بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا بد للعبد من الدعاء، من دعاء الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بذلك، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث: الدعاء هو العبادة. ولكن الدعاء لا بد أن يكون مشروعا، فلا يجوز الدعاء بشيء غير مشروع كسائر العبادات، ما دام أن الدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة، فلا بد أن يكون مشروعا. وأيضا لا بد أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الدعاء مشروعا فإنه حري بالقبول، ولهذا قال: فادعوا الله مخلصين. الإخلاص، شرط الإخلاص، مخلصين له الدين، أي الدعاء. ما إذا كان الدعاء غير مشروع فهو بدعة، والبدعة لا تقبل. وكذلك إذا كان الدعاء معه شرك أو دعاء شركيا فهذا أشد، هذا أشد. الدعاء لا بد أن يكون مشروعا موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقبله الله، لأن هناك أدعية عند المبتدعة اخترعوها من عند أنفسهم، وأعظم ذلك الأدعية الشركية، ثم الأدعية البدعية كالتوسل للصالحين. فهذه الأدعية لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أتعب الإنسان نفسه في ذلك. فعلى من يريد أن يدعو الله أن يدعوه بما ورد في الكتاب والسنة، ويترك الأدعية المخترعة والمبتدعة، لأن أهل الضلال يروجون هذه الأدعية، والآن يروجونها في النشرات وفي الإنترنت في الجوالات، ويكتبونها أيضا في المناسك مع الحجاج المعتمرين، وهي لا أصل لها، بل ربما تكون من الشرك. فلا بد من الحذر من هذه الأمور، لأن هذا أمر مهم جدا. نعم. وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. نعم، علماء الإسلام ذكروا الأدعية الشرعية التي شرعها الله ورسوله،
وأعرضوا عن الأدعية البدعية، وذلك في مؤلفاتهم في الأدعية مثل الكلم الطيب شيخ الإسلام بن تيمية، والوابل الصيب للإمام ابن القيم، كتاب الأذكار للإمام النووي، وكذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز له نبذة سماها تحفة الأخيار. فالذي يريد أن يدعو الله يتحرى هذه الكتب التي استخلصت له من هؤلاء الأئمة، أو يدعو بالأدعية القرآنية، يدعو بالأدعية القرآنية وهي كثيرة في القرآن. نعم. وأعرضوا عن الأدعية البدعية فينبغي اتباع ذلك، والمراتب في هذا الباب ثلاث. نعم. إحداها المراتب في باب الدعاء ثلاث. نعم. إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول. نعم. أعظمها خطراً الأدعية الشركية التي يدعى فيها غير الله من الأولياء والصالحين الأموات والغائبين، وهذه كثيرة جدا والعياذ بالله عند المخرفين والصوفية والقبوريين، فهم لا يدعون الله أبدا، وإنما يدعون هؤلاء المخلوقين، يدعون هؤلاء المخلوقين إما الأموات وإما الغائبين، فدعاؤهم هذا والعياذ بالله كفر وشرك، هذا أخطر أنواع الأدعية غير المشروعة. نعم. إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي. نعم. فالمخلوق لا يجوز دعاؤه وهو ميت أو غائب أبدا، ولو كان من الملائكة، ولو كان من الأنبياء والمرسلين، ولو كان من الأولياء الصالحين. الله جل وعلا قال فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء. قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى ومن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه كافرا عياذ بالله. فهذا باب خطير جدا، فيجب على المسلم أن يفهم هذا. نعم. هذا نوع. نعم. وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي، كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. نعم. يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، قل اغفر لي، ارحمني، أو أغثني يا رسول الله، أغثني يا بدوي يا فلان. فيدعو غير الله سبحانه وتعالى ويستغيث به. نعم. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه، ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. وأعظم من ذلك
كونه يدعو غير الله ينضاف إذا انضاف إليه أنه يسجد له، يسجد له والعياذ بالله عند قبره، ويستقبل قبره ويترك استقبال الكعبة، ويرى أن قبر الولي أفضل من الكعبة، فيقول إن الكعبة قبلة العوام الذين لا يعرفون، ولا أما القبر فهو قبلة الخواص الذين بلغوا المرتبة العليا من العلم وأدركوا ما لم يدركه العوام. فهذه والعياذ بالله شركيات وجهليات متلاطمة، وما أكثر هذا في البلاد الخارجية غير هذه البلاد، وإن كان يوجد في هذه البلاد لكنه خفي ما يتظاهرون به، ولكن في البلاد الأخرى يعلنونه علانية. فالحاصل أن هذا شرك والعياذ بالله شرك وعبادة لغير الله وانصراف عن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما عمله الشيطان في هؤلاء، تلاعب بهم شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. ما الأمر ليس مقصورا على الشيطان الغيبي، وإنما أيضا شياطين الإنس أشد، يأتون الناس ويكتبون لهم أدعية شركية ويرغبونهم في هذه الأمور، ويقولون هذه هي التي تستجاب وهذه هي التي تنفع، والعوام مساكين إذا رغبوا في هذه الأمور، لا سيما إذا كان من يروجها ينتسب إلى العلم أو العبادة، فإن الفتنة أشد. فهذه أمور يجب التنبه لها. نعم. وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجه، وغلاتهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة ونحو ذلك. نعم. ويضيفون إلى ذلك أيضا أنهم يفضلون السفر للقبور لأجل دعاء الأموات، يفضلونه على السفر للحج والعمرة إلى بيت الله العتيق، إلى بيت الله العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وجعله مباركا وهدى للعالمين. هم لا يلتفتون إلى هذا، وإنما يعظمون قبورهم ويقولون للناس لا تحجوا إلى الكعبة، حجوا إلى القبور، حجوا إلى القبور، بدل أنك تسافر للحج والعمرة سافر للقبر الفلاني فإنه مجرب ويحصل لمن سافر إليه كذا وكذا. هذا موجود، ما قاله الشيخ رحمه الله من فراغ، هذا موجود ويزداد الآن أكثر مما سبق. ويقولون السفر إلى القبر لأجل دعاء الميت أفضل من الحج والعمرة، بل أفضل من السفرة الواحدة أفضل من عدد من الحجات. وهل بعد هذا الضلال والكفر؟ ضلال والعياذ بالله. نعم. فهذا شرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. نعم، كثير يقعون في هذا، يقعون إما في كله وإما في بعضه، كله كفر بالله وشرك بالله عز وجل. نعم. الثانية، المرتبة الثانية، انتهت الأولى وهي الخطيرة. نعم، مرتبة الشرك. نعم، في الدعاء، الشرك في الدعاء. نعم. الثانية، أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي، أو ادعوا لنا ربك، أو اسأل الله لنا،
كما تقول النصارى لمريم وغيرها. المرتبة الثانية أنه لا يدعو الميت، لا يدعو الميت، وإنما يطلب من الميت أن يدعو الله له وأن يستغفر له وأن يستغفر له. والميت لا يطلب منه شيء، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا يطلب من الأموات لا دعاء ولا استغفار ولا غير ذلك. ولهذا لما أجدب الصحابة ما قالوا للرسول ادعوا الله أن يغيثنا، لما أجدبوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى قبر الرسول وقالوا يا رسول الله أجدبنا ادعوا الله لنا، كما كانوا يقولون ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما عدلوا إلى دعاء، إلى طلب الدعاء من الحي وهو العباس. دل هذا على أن الميت لا يطلب منه شيء. شبهون على الناس بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ويقولون إن هذا عام في حياته وبعد موته، وهذا كذب، هذا خلاف قول المفسرين المعتبرين. وأيضا في الآية ما يدل على بطلان هذا، لأنه قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ وإذ ظرف لما مضى من الزمان، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، لأن إذا لما يستقبل من الزمان. فدل هذا على أن المراد بهذه القصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن المنافق طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف بدلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله الوحي في ذلك، وجاء يعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعتذرون. فالله جل وعلا رد عليهم وأبطل اعتذارهم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية إنما هي في قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وانتهت، فلا يعتمد عليها في المجيء إلى، وهذا من تحريف القرآن وتفسيره بغير معناه، هذا من التحريف والعياذ بالله. فهذا من شبههم التي يقولون إن الميت يطلب منه الدعاء لا سيما النبي، فيأتون إليه ويقولون ادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يستجيب لنا، أن ينصرنا، أن يرزقنا. هذا باطل وبدعة، هذا بدعة، لأنه لا يطلب من الميت شيء، لأن الميت انقطع عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله، فالميت ينقطع عمله، النبي وغير النبي. ومن العمل الدعاء، دعاء عمل، انقطع بموته فلا يطلب منه شيء بعد موته. نعم. والثانية أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي، أو ادعوا لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها. كما تطلب النصارى من المسيح ومن مريم وغيرها من رهبانهم، فإنهم يطلبون منهم وهم أموات،
يطلبون منهم وهم أموات، مريم ميتة، المسيح عليه السلام غائب في السماء فلا يطلب منهم شيء، لا من الميت ولا من الغائب أن يدعو الله للمحتاج. والميت بالذات أو الغائب لا يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لا يقدرون على إجابتكم، إذن ما الفائدة في دعائهم؟ نعم. فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأن نعم. وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة، بل عملوا خلافها لما أجدبوا. كان من عادتهم إذا أجدبوا والرسول حي عليه الصلاة والسلام أنهم يطلبون منه الدعاء، فلما أجدبوا بعد موته ما استمروا على هذا، ما ذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو الله لهم، لعلمهم أن هذا لا يجوز، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم القدوة، بل منهم الخلفاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين. والذي قال يا عباس ادعو ولم يذهب إلى الرسول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ما مع أنه ما بينهم وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خطوات. نعم. فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، يعني يكون بالإجماع، يكون هذا باطلا بالإجماع. نعم. وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة، وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبتهم بالسلام، أو مخاطبتهم بالدعاء، مخاطبتهم بالسلام، كأن تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، هذا ما هو دعاء، هذا دعاء لهم للأموات، ولا مانع أنك تدعو للميت، تزوره تسلم عليه وتدعو له، هذا ينفع الميت. أما العكس وهو أنك تطلب من الميت أن يدعو لك، فهذا لم يقله أحد من أهل العلم، فهذا لا يدخل فيما سبق، السلام على الميت لا يدخل فيما سبق، لأنه ليس دعاء للميت، وإنما هو لأنه ليس دعاء للميت طلب من الميت، وإنما هو دعاء له بالمغفرة والسلامة. نعم. وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم، يعني ما الدليل على أن السلام على الأموات ومخاطبتهم بالسلام أن هذا جائز؟ هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر من مر على القبور أن يدعو لهم ويسلم عليهم. نعم. فليس هذا من دعاء الأموات، وإنما هو من الدعاء لهم وهم بحاجة إلى هذا. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا دعاء لله، ما فيه دعاء للميت، وإنما هو دعاء لله للزائر والمزور، للزائر والمزور وهو الميت. نعم. وروى أبو عمر ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا رد برزخي من الحياة البرزخية، ما هو يرد عليه روحه مثل ما تكون في الدنيا، وإنما هذا من أمور الآخرة، حياة برزخية.
فلا يقال إنه حي، أنتم تقولون إنه ميت، هذا لا، إلا دعيناه صار حيا. كل هذه حياة برزخية مثل حياة الدنيا. نعم. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نعم، هذا فيه أنك إذا سلمت على الميت سواء كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من المؤمنين أنه ترد عليه روحه ردا برزخيا، كما أنها ترد إليه روحه عند سؤال الملكين يقعدانه وترد روحه، هذا في البرزخ، ما هو مثل الدنيا. نعم. لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. نعم، الحي في الدنيا تطلب منه ما يقدر عليه، ليس بذلك بأس، أما الميت فلا يطلب منه شيء، حتى ولو كانت ترد عليه روحه ردا خاصا، هذا أمر من أمور الغيب لا يقاس على ما في الدنيا. نعم. وفي موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. كان ابن عمر رضي الله عنه وهو أعظم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء من سفر جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه عمر، ولا يزيد على السلام، لأن يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف ولا يقف يدعو عند القبور، وإنما يسلم فقط ينصرف، هذا هو المشروع. وهذا الخطاب ما هو بخطاب دعاء، ما إذا قلت يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، يا أبا بكر، يا عمر، هذا ما هو بخطاب دعاء، وإنما هو خطاب استحضار، كما أنك تقول في التشهد الأخير: السلام عليك يا رسول الله، في التشهد الأول: السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته، هذا ما هو خطاب دعاء، إنما هو خطاب استحضار له في الذهن. نعم. وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. يصلي على النبي مع السلام عليه، وسبق لنا أنه لا يشرع الذهاب إلى قبر الرسول لأجل الصلاة عليه، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولكن ابن عمر لما سلم عليه صلى عليه، لا لأن الصلاة خاصة عند القبر، وإنما على عموم الصلاة عليه. نعم. وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى، لا يدعون مستقبل الحجرة. نعم، فهم يسلمون على الرسول وعلى صاحبه ثم ينصرفون، وإذا أراد أحد منهم أن يدعو فإنه يدعو في المسجد مستقبلا القبلة، ولا علاقة لذلك بالقبور، إنما هذا دعاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا مستقبل القبلة التي هي الكعبة، فالكعبة هي قبلة المسلمين في الدعاء وفي الصلاة، فهي قبلة المسلمين في الدعاء وفي الصلاة،
والعبادات التي شرع الله استقبالها. أما القبور فليست قبلة، القبور ليست قبلة للمسلمين. حتى لما قال المعطلة للصفات في أنه في بعد الوضوء يرفع بصره إلى السماء ويقول الدعاء، قالوا هذه لأن السماء قبلة الداعي، رد عليهم العلماء وقالوا لا، ليس هذا من أجل أن السماء قبلة الداعي، القبلة هي الكعبة، وإنما هذا إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. هم يريدون أن يحرفوا الكلم عن مواضعه لأن هذا يدل على علو الله، فهم حرفوه وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء لا لأن الله فيها، تعالى الله عما يقولون. فليس هناك قبلة للدعاء ولا للصلاة إلا الكعبة المشرفة، لا تستقبل القبور في الدعاء، لا قبر الرسول ولا غيره. نعم. وبعض الجهال أو الضلال إذا سلموا على الرسول وصاحبيه رفعوا أيديهم مستقبلين القبر ويدعون ويقفون طويلا، وهذا ضلال وبدعة، نسأل الله العافية. نعم. فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى، لا يدعون مستقبل الحجرة، لأن الحجرة ليست قبلة. نعم. وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة، فلا عبرة بهم، لا عبرة بمن يستقبل الحجرة في الدعاء ولو كان عالما. العالم يخطي أو يضل أو كان صوفيا أو غير ذلك، لا عبرة به، لأن هذا مخالف لهدي السلف الصالح. نعم. وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق عام، لم يفعل هذا العلماء الذين هم القدوة، علماء الربانيون، وإنما يفعل هذا إما صوفي وإما جاهل وإما عالم ضلال. نعم. ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة أنهم كانوا إذا أرادوا الدعاء ينصرفون عن القبر ويقفون مستقبل القبلة ويدعون الله بما شاءوا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. المساجد هي موضع الدعاء، هي أفضل مواضع الدعاء، وإلا الدعاء مشروع في كل مكان، لكن المساجد هي أفضل، هي أفضل أمكنة العبادة. نعم. أن الرجل إذا سلم، لا سيما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام المسجد الأقصى. نعم. أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام إذا أراد أن يدعو لنفسه استقبل القبلة، أما إذا أراد يدعو للميت فإنه استقبل القبور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم يقبل عليهم بوجهه ويسلم عليهم ويدعو لهم، كما إذا سلمت على الحي فإنك تستقبله، ما تسلم عليه وهو وراء ظهرك ولا إلى جنبك، تستقبل السلام، يستقبل المسلم عليه. نعم. واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أنه إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه يستقبلهم، لأن هذه هي هو أدب السلام. أبو حنيفة رحمه الله
يرى أنه حتى وقت السلام لا يستقبل القبر، وإنما يجعل القبر إلى جنبه ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. فالأئمة الثلاثة فرقوا بين الدعاء فقالوا لا يستقبل به الحجرة، وأما السلام فيستقبل الحجرة. أبو حنيفة عمم وقال لا يستقبل القبر لا لسلام ولا لدعاء، وهذا أبلغ في النهي. نعم. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. ثم في مذهبه قولان. باتفاقهم يعني أنه لا يستقبلها وقت الدعاء، اتفاق، هم متفقون على أنه وقت الدعاء لا يستقبلها، إنما الخلاف في وقت السلام فقط، هذا اللي فيه الخلاف. نعم. ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة في مذهب أبي حنيفة الذي يقول لا يستقبل القبر وقت السلام، إذن كيف يفعل؟ عنه قولان في ذلك، أحدها قيل يستدبر الحجرة، يستدبر الحجرة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة ويسلم على الرسول. نعم. وقيل يجعلها على يساره، وقيل يجعلها الحجرة على يساره وهو متوجه إلى القبلة. نعم. فهذا يعني يكون من الجانب الغربي، على يساره يعني من الجانب الغربي. نعم. فهذا نزاعهم في وقت السلام، وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة للحجرة. نعم. والحكاية التي تذكر عن مالك، هذه الحكاية مرت بنا في أول الكتاب، أن أبو جعفر، أن أبا جعفر المنصور خليفة العباسي لما زار المسجد والإمام مالك فيه قال، سأله أين هل يستقبل الحجرة بالدعاء، قال ولم تصرف عنه وجهك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. هذه حكاية مكذوبة كما بين الشيخ سابقا، ويبين هنا أنها حكاية مكذوبة على الإمام مالك رحمه الله. نعم. والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، كذب على مالك ليس لها إسناد معروف، وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل ابن إسحاق القاضي وغيره. نعم. فالمتقدمون من أصحاب الأئمة الأربعة هم أصح من المتأخرين أو من بعض المتأخرين، لأن بعض المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة تروج عليهم بعض الشبهات وبعض الحكايات ويدونونها في كتبهم، أما المتقدمون من أصحاب الأئمة الأربعة فهم أوثق، ولا تجد في كلامهم شيئا من هذه الأمور. نعم. وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل ابن إسحاق القاضي وغيره، مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك. هذا الثابت عن مالك أنه لما سئل عن قوم يقفون مستقبل الحجرة ويطيل القيام يدعون أنكر ذلك، هذا موافق لمذاهب الأئمة. نعم. فأنكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه كلمة عظيمة من مالك رحمه الله، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، معناه أننا نقتدي بأول الأمة ولا نقتدي بالمتأخرين، إلا المتأخرين الذين هم على منهج السابقين، أما من أحدث شيئا بعد السابقين فإنه لا يقبل منه. نعم. وقال والذي أصلح أول الأمة هو الاتباع، والذي أفسد بعض المتأخرين هو الابتداع. نعم.
وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك. نعم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالذين يقولون الآن الوقت تغير والدنيا تغيرت وش يطالبون أن نتبع السابقين، نقول لا، ما يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يصلح أبدا آخر هذه الأمة، لابد من اتباع السلف الصالح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يريد أن يقطعنا عن السلف ويقول تغير الزمان وتغيرت الظروف وماذا كيف، هذا مبطل. هذا إما أنه جاهل لا يعرف قدر السلف ولا يقرأ القرآن والسنة، وإما أنه مغرض يريد أن يقطع آخر هذه الأمة عن أولها. نعم. ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك، فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم. نعم. ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم، لأنهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوا عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة، فهم أغزروا علما وأثبتوا قدما وأعظم سابقة في الإسلام، فهم القدوة. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا مناص لنا من الاقتداء بالسلف الصالح، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. والداعي يدعو الله وحده كما نهى عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى، كما نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى كما ثبت في صحيح مسلم. كما أنه لا تجوز الصلاة مستقبل الحجرة النبوية، فلا يجوز الدعاء مستقبل الحجرة، لأن الدعاء مثل الصلاة، بل الصلاة دعاء، الصلاة دعاء كلها أدعية. ولهذا لما أقاموا الجدران على الحجرة جعلوها مسنمة من جهة الاستقبال، مسنم ما تستقبل جدارا عريضا ممتد من الشرق إلى الغرب، وإنما تستقبل القبلة، لا يحول بينك وبينها جدار، إلا قضية السنام هذا وهو يسير ما يستقبل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاثة مسنمة من جهة الشمال اللي هو محل الاستقبال. نعم. كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، شفناها عن الإفراط والتفريط. لا تستهينوا بالقبور وتسيئوا إليها فتجلسوا عليها، ولا تغلوا فيها فتستقبلوها في الصلاة. نعم، هذا حديث من جوامع الكلم، نهى عن الغلو في القبور ونهى عن إهانتها، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فلا يجوز أن يصلي إلى شيء من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لهذا الحديث الصحيح. نعم. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع
أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة، وسيلة من وسائل الشرك. إذا قصد الصلاة مستقبل القبر ويصلي لله، يصلي لله، لكن إذا استقبل جعل القبر بينه وبين القبلة فهذا وسيلة إلى الشرك وبدعة إذا قصد هذا. نعم. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة، وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء، لأن قبور الأنبياء والصالحين أشد فتنة عند العوام وأهل الضلال، ما يستقبلون قبور الناس العاديين، وإنما يستقبلون قبور الذين لهم فضل ولهم مكانة في الإسلام، يظنون أن هذا أفضل لهم وأدعى لقبول عملهم، وهذا من تزيين الشيطان. نعم. وإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى، فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز، هذا أشد. إذا كان دعاء الله مستقبلا به القبر لا يجوز، فدعاء الميت من باب أولى لا يجوز، هذا شرك، الأول بدعة وهذا شرك. نعم. كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله، فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى، الصلاة له هذا شرك أكبر، إذا صلى للقبر هذا شرك أكبر، إذا صلى لله مستقبل القبر فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، ولا يطلب منه أن يدعو الله ولا غير ذلك. نعم. رجع الشيخ إلى لما قعد هذه القواعد العظيمة، رجع إلى المقصود، إلى أول الكلام، إذا كان لا يتوجه إلى القبر بالدعاء ولا يصلى إليه، فلأن يقصد للدعاء عنده ويسافر إليه من باب أولى. نعم. وفعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو الله ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكي إليه شيئا من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك. نعم. فإذا كانت هذه الأمور لا تجوز، مع أن من يفعلها لا يدعو الأموات وإنما يدعو الله عند القبور ويتوجه إليها، لا يصلي للقبر وإنما يصلي لله لكن يستقبل القبر، إذا كان هذا لا يجوز وبدعة، فلا أن يدعى القبر ويطلب منه ويستغاث به، هذا أشد، لأن هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته، ولا يشكى إليه الشدائد، لأن فيه من إذا اشتد به الأمر يستغيث بالرسول ويشكو إليه، أو إذا زار قبره وقف يشكو إليه، وبعض المخرفين يرفع صوته في الندى إذا تضايق من شيء، يقول يا رسول الله، إذا قام يقول يا رسول الله، هذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك. إن الصحابة كانوا يشتكون إليه في حياته مشاكلهم، يشكون إليه مشاكلهم لأجل أن يعينهم على حلها ويدعو لهم، لكن كانت تنزل بهم شدائد بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا ما كانوا يشكون إلى الرسول، لما يشكون إلى الله سبحانه وتعالى، ما يشكون إلى الرسول بعد موته، مع أنه تنزل بهم شدائد عظيمة، مثل ما حصل بعد وفاة الرسول من ردة العرب وانتقاضهم على الإسلام، أبو بكر ما شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذه أعظم شدة حصلت، هذه أعظم شدة حصلت. كذلك أبو عمر عام الرمادة ووقت الجدب الشديد ما شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهذا شيء معلوم من سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ففيه فرق بين الحياة والموت، فالذي يجوز في الحياة لا يجوز بعد الموت، لأن يعني هناك فرق بين الحياة والموت. الرجل في حال حياته يتزوج ويتصدق ويكتسب ويدعو ويصلي، لكن إذا مات ما يقدر. امرأته تعتد وتتزوج، تتزوج وميراث ماله يقسم بينما لو قسم في حياته هل يرضى بهذا؟ ففي فرق بين الحياة والموت، أحكام مختلفة. فكما أنه هذه الأمور لا تجوز، فكذلك الشكوى إليه في حال موته لا تجوز، وإن كانت جائزة في حياته، لأنه في حياته يقدر على إنجاد المشتكي وتخليصه من الظلم، لكن بعد موته لا يقدر عليه الصلاة والسلام على شيء من ذلك. نعم. لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفا. نعم. بل ما يفعله وبعد الموت ليس مكلفا. نعم. هو أيضا في حال حياته هو مكلف، مأمور بالصلاة والصيام والعبادات، بعد موته ما يكلف بشيء، لا يكلف، لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، ولا يخاطب بشرع ولا بشيء بعد وفاته، لأنه انتهى من هذه الدنيا، انتقل إلى عالم آخر. نعم. وبعد الموت ليس مكلفا، بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء ونحو ذلك، كما أن موسى عليه السلام يصلي في قبره، وكما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت المقدس، وتسبيح أهل الجنة والملائكة، فهم يتمتعون بذلك وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم، ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. كون الميت يذكر الله أو يستغفر الله في هذا الشيء خاص به، ما هو يستغفر الله للناس أو يدعو للناس، وإنما يدعو لنفسه فقط إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا. وكما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره، هذا ما هو من باب التكليف أو أن الصلاة واجبة عليه كما كان في الحياة، إنما هذا شيء إنما هذا شيء يتمتع به الميت ويتوسع به في قبره مما يسره الله له. فالميت المؤمن في نعيم، في نعيم وفي روضة من رياض الجنة، قد يكون أنه يذكر الله ويصلي كما لو ثبت موسى عليه السلام صلى في قبره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحضر له الأنبياء في بيت المقدس صلى بهم، يعني هذا الصلاة خاصة، كونهم صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه صلاة برزخية، ما هي صلاة مثل الدنيا. نعم. وتسبيح أهل الجنة والملائكة، فهم يتمتعون بذلك وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم، ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد، ليس هو من باب التكليف والوجوب والاستحباب، إنما هذا شيء يفرحون به ويتمتعون به ويتنعمون به، مثل تسبيح الملائكة، الملائكة تسبح الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لأنهم يتمتعون بذلك. نعم. وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئا، بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد، كما تفعل الملائكة ما تؤمر به. نعم. وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئا، بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد، كما كما تفعل الملائكة ما تؤمر به، وهم إنما يطيعون أمر ربهم
لا يطيعون أمر مخلوق. المخلوق لا يؤثر عليهم، إذا طلب منهم شيء لا يؤثر عليهم مثل ما هو في حياتهم. في حياتهم إذا طلبت من أحد شيء تأثر وفعل ما تطلب منه، أو إنه يتأثر إذا كان ما يقدر على إعانتك يتأثر بما يحصل لك. أما الميت فإنه منقطع عن هذه الدنيا، منقطع تماما عن هذه الدنيا. نعم. كما تفعل الملائكة ما تؤمر به، وهم إنما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فلا يجوز لك أنك تطلب من الملائكة أنهم يستغفرون لك، لأنهم من عالم الغيب. وإن كانوا يستغفرون للذين آمنوا كما أخبر الله، يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون لمن في الأرض، لكن هذا لا يجوز لك أنك تطلب منهم أن يستغفروا لك، لأن الله لم يشرع هذا، لأنهم من عالم الغيب غائبون. نعم. فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى، وهم بأمره يعملون. نعم. ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته. هذه الذي ذكرنا، المخرفون يقولون الموت والحياة سواء، إذا كان يفعل هذا ويطلب منه في حياته ويطلب منه بعد موته. أنا أقول لهم هناك فرق بين الحياة والموت. فالميت تتزوج امرأته ويقسم ماله ولا يسأل عن شيء من المشكلات الدنيوية. أما الحي فإنه يتصرف، يقدر على التصرف وعلى إعانة من استعان به فيما يقدر عليه. نعم. هناك فرق بين الحياة والموت. نعم. ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته، فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، كانت الصلاة فيه مشروعة. فلما دفن في الحجرة فإن لا تجوز الصلاة في هذه الحجرة. نعم. فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة، وكان يجوز أن يجعل مسجدا، ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا، لأنه نهى عن ذلك، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى أن يعظم قبره ويغلى فيه. قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. نعم. وفي صحيح نعم فلذلك وهو في سياق الموت خاف على أمته أن يغلوا في قبره كما غلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فقال وهو يقاسي من سكرات الموت، قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لدفن مع أصحابه في البقيع، غير أنه خشي لو دفن في البقيع أن يتخذ مسجدا، يذهبون يصلون عنده وإليه ويدعونه. فصيانة له دفن في بيته وحجرته، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا فيه الاحتياطات للعقيدة والبعد عن أسباب الشرك، سد الوسائل المفضية إلى الشرك. نعم. وفي صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلى خلفه، وذلك من أفضل الأعمال، ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره.
نعم، ما يقول الحياة مثل الموت، كما أن نصلي خلفه وهو حي، نصلي خلفه وهو ميت فيأتي خلف القبر ويصلي. يقول الرسول هو الإمام في القبر، هذا من أقبح الهمجيات والعياذ بالله. نعم. وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي ولا يجوز. هذه الفروق بين الحياة والموت. نعم. وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته. نعم. وأمثال ذلك كثيرة. نعم، فرق بين الحياة والموت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. نعم. وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله، لأنه لم يرد في الأحاديث الصحيحة ولا الحسان، لم يرد الأمر بزيارة قبره خاصة، وإنما أمر بزيارة القبور عموما، ولم يثبت أنه أمر بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. فلذلك كره مالك أن يقول زرت قبر الرسول، لأن هذا شيء لم يرد. نعم. وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله، لأن هذا اللفظ لم يرد. لم يرد في حديث صحيح ولا حسن، حديث يحتج به ما ورد هذا، إنما ورد في أحاديث منكرة ضعيفة، لا أحاديث ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة، إما شديدة الضعف أو موضوعة كما نبه على ذلك الحفاظ. لكن قالوا تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة. نعم. والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب، كلها ضعيفة لا يحتج بها أو كذب موضوع. نعم. وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك، كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده. الزيارة البدعية والشركية وقع فيها كثير من المتأخرين الذين يأتون إلى القبور لا للسنة والسلام عليهم والدعاء لهم، وإنما يأتونها لطلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم ورجاء بركتهم ونفعهم. هذا الذي وقع فيه كثير من المتأخرين، وهو إما شرك إذا صرف العبادة للميت، ذبح له، نذر له، استغاث به، أو بدعة إذا دعا الله أو صلى لله عند القبر، هذا بدعة وهو وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك. نعم. كالذي يزور القبر ليسأله. نعم. أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده. يسأله، هذا شرك، يسأل الله به هذا بدعة، أو يسأل الله عنده، لا به، لم يسأله ولم يسأل به، وإنما سأل الله وحده عنده، هذا بدعة أيضا ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. والزيارة الشرعية هي أن يزوره. نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الأسئلة استشكلت موضوعا واحدا، وهو يقول أحدها، يقول ذكر شيخ الإسلام في الرسالة نفسها أن من قال سل الله لي فهو مشرك، ذلك في صفحة أن من قال سل الله لي فهو مشرك في صفحة كذا، ذكر الصفحة. يقول في موضع آخر، ردنا على الصفحة نشوف، يقول في صفحة 158 أي شوف، لكن ما أدري حسب الطبعة، الطبعة التي عندي ما أدري. طيب تجاوزها. يقول وفي آخر، في موضع آخر من الرسالة قال من فعل النصارى والمشركين، وفي درس اليوم قال إن ذلك بدعة، فكيف يجمع بينها وهل هي بدعة ما شركية؟ ما شفنا الكلام الأول، علشان لازم يجمع كلامه ويقرأ في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحث عليها بعد الأذان، هل هي تكون بعد الأذان مباشرة أم بعد سؤال الوسيلة له عليه الصلاة والسلام؟ لا، قبل، بعد ما يفرغ المؤذن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بالدعاء الوارد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجيب على من استدل على جواز الزيادة في الدعاء بزيادة ابن عمر رضي الله عنه في التلبية، وكيف نفرق الزيادة في الدعاء؟ نعم، ما يخالف الزيادة في الدعاء، ما يخالف، زد من المشروع، زد من المشروع ولا تزيد شيء غير مشروع. نعم، ما أحد أنكر الزيادة في الدعاء، إنما أنكر الدعاء المبتدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء بين الأذان والإقامة هل ترفع فيه اليدان؟ ما ورد هذا فيما أعلم، ما ورد هذا، بعض المؤذنين يفعل ولكن ما رأيت شيء في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة خلف من يعتقد في القبور ويعتقد في دعاء الصالحين من الأموات وإن كان عاميا؟ نعم، الذي يجيز عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم لا يصلى خلفه، لأن هذا شرك وإن كان عاميا، هذا شرك لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقديم الزهور للأصنام هل يعد هذا من باب الكفر أو المعصية؟ للأصنام؟ نعم، أو للقبور، هم الآن يجيبون الزهور للميت، إكليل من الزهور ينثروا على قبر الميت، هذا من التعظيم، تعظيم الأموات الذي لا يجوز، غلو، هذا غلو، يعتبر من الغلو. وإذا قصد التقرب، إذا قصد بذلك التقرب إلى الميت صار شركا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى علي أحدكم فإنه ترد علي روحي حتى أرد عليه السلام؟ إذا صلى علي أحدكم فإنه ترد علي روحي، الذي سمعتم إذا سلم عليه أحد فإنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام. نعم، هذا الذي سمعتم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أنه لا بد من عمل الأسباب للحصول على المطلوب، فهل الدعاء يعتبر سببا من الأسباب الشرعية لحصول هذه المطلوبات؟ بلا شك، هذا أعظم الأسباب، هو عبادة لله وسبب لحصول مقصودك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز سؤال المغفرة من الوالدين بقصد أن يسامحونا عن أخطائنا في عقوقهم في حياتهم وبعد مماتهم؟ إيش؟ هل يجوز سؤال المغفرة من الوالدين؟ الأموات يعني بعد موتهم؟ وفي حياتهم وبعد مماتهم؟ في حياتهم لا بأس، تقول اغفر لي ما حصل في حقك من الخطأ ومن العقوق، أما أنك تطلب منه المغفرة يغفر لك هو، غير يعني يغفر لك خطأك عليه، يغفر لك ما أخطأت في حقه، سامحك يعني، هذا لا بأس به. أو تطلب منه أن يستغفر الله لك، تطلب منه المغفرة أي أن يطلب الله أن يغفر لك، يستغفر لك، هذا لا بأس به. أما أن تطلب منه هو يغفر لك ذنوبك، فلا، يغفر لك الذنوب اللي بينك وبينه فقط، اللي أخطيت عليه فيها. نعم. يقول الشيخ: في حياتهما وبعد مماتهما؟ بعد مماتهما لا يطلب منهم شيء، لكن يستغفر لهم، استغفر لهم، ولهم ما يقدرون على الاستغفار ولا يسامحونك وهم أموات، ما يسمعونك ولا لك صلة بهم، فأنت تستغفر لهم وتدعو لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الطرق الصوفية يقولون في دعائهم مدد يا جيلان، فهل هذا من الشرك الأكبر؟ هذا هو الشرك. نعم، مدد يا جيلان يعني أمدنا، يطلبون منه وهو ميت، يطلبون منه المدد، مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر، مدد يا جيلاني، هذا هو الشرك،
هذا شرك أكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتقى شخص بعض الأدعية من القرآن وصار دائما يكررها بينه وبين نفسه، وقد تكون هذه الأدعية لبعض الأنبياء لكن ليس فيها ما يختص به الأنبياء، فهل يفعل هذا؟ وهل الأفضل له أن يكون داعيا بأدعية القرآن؟ هذا طيب، هذا طيب، إلا أنه لا يسأل منزلة الأنبياء أو يطلب أن الله يجعله نبيا أو رسولا، لا، إنما يطلب الأدعية التي تتعلق به هو، من طلب الرزق، طلب الذرية، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، كما دعا زكريا عليه السلام، ربي هب لي من الصالحين، كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالأمور التي تصلح له يطلبها، وإن كان قد طلبها الأنبياء، بل هذا أحسن، اقتداء بالأنبياء. أما الأمور التي لا تصلح لك فهذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما أن فيه من المغفلين من يأتي بعجائب، يدعو ربه ويقول وهبت، كقول مريم عليه السلام، نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت لك ما في بطني محررا، لأنه ما يفهم وش المقصود. فما هو كل ما دعا به الأنبياء تدعو به أنت، إنما تدعو بما يصلح لك فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما في الحديث، وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه لرد السلام، فيقول أهل البدع إن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام، فكما أنه يرد السلام فكذلك إذا دعي فإنه يدعو الله للسائل، فكيف يجاب عن هذا؟ هذا باطل، هذا كلام باطل، لأن رد روحه للسلام هذا خاص بالسلام فقط، ولا يقاس عليه غيره. وأيضا هذا رد ما هو بيقضي لك حاجة، إنما يرد السلام فقط، هذا خاص لا يقاس عليه غيره، وأيضا ما فيه أنه يقضي لك أنت حاجة أو يدعو لك أو يستغفر لك، إنما يرد السلام فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط الشرعي للأدعية في السجود؟ فهل ندعو بما نشاء أو لا بد أن تكون الأدعية متعلقة بالدين لا بالدنيا؟ تدعو الله بالدين والدنيا جميع، ما تقتصر على الدنيا فقط، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، تدعو الله لدينك ودنياك، أما تقتصر على الدنيا فقط فهذا فيه ما فيه. نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض البلدان يوجد هناك شكل رباعي يشبه الكعبة، ويقال للعوام من لم يستطع الحج فليحج إلى هذا الشكل، فهل يعتبر من التوسل أو هو من الشرك؟ هذا باطل، هذا باطل، ما فيه كعبة على وجه الأرض إلا الكعبة المشرفة، فهذا من الباطل، هذا يجعلون كعبة تشابه الكعبة المشرفة ويشرعون للناس طواف بها وزيارتها، واللي ما يقدر يحج يروح لما، هذا من الكفر والعياذ بالله، هذا كفر بالله وشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ هو جاء إلى هيئة كبار العلماء سؤال عن اللي يجعلون شكل الكعبة، يعلمون الناس الحج، يعلمون الناس الحج ويجعلون لهم شكل علشان من باب التدريب، فأصدروا القرار بمنع هذا، أنه لا يجوز أن يعلم الناس المناسك بهذه الطريقة وأن توضع لهم شكل كعبة عندهم. نعم. فكيف بل يقول أنها تكفي عن الكعبة، ما هم من باب التعليم أو هذا، يقولون تكفي عن الكعبة، لما يروح للكعبة يكفي هذا،
ولماذا مثل اللي يقول تروحون للقبور أفضل من راحتكم للكعبة كما سمعتم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أوصاني بعض الإخوة عندما أردت الذهاب إلى المدينة أن أبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. ورا ما يسلمه من متانه، هذا ما هو مشروع. صلوا علي حيث كنتم، ما هو مشروع أنك توصي بالسلام على الرسول، ما هو مشروع. صل عليه وانت مكانك في المشرق أو في المغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتب أحدهم قصيدة ذكر فيها أبياتا يبتدئها بيا سيدي رسول الله ويا رسول الله، لما سئل قال هذا خطاب استحضار، فهل يسلم له في ذلك؟ لا، هذا ما ورد، إنما ورد هذا في التشهد فقط، نحن نقتصر على ما ورد، مع أن هذا فيه ما فيه، ولو قال إنه ما يريد كذا هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند استقبال القبر للدعاء للميت هل أرفع يدي عند الدعاء؟ نعم. عند استقبال القبر للدعاء للميت هل أرفع يدي عند الدعاء حيث إن القبر بيني وبين القبلة؟ لا بأس بذلك، لأن من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع الإشارة باليد عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ لا، السلام حتى على الحي ما هو بالإشارة، هذه تحية اليهود يسلمون بالإشارة، سلم باللفظ، إنما يشير إذا كان المسلم عليه بعيدا ما يرى ما يسمعك، فأنت تشير إليه وتتكلم تقول السلام عليكم، تومي بيدك لأجل ينتبه أنك تسلم عليه علشان يرد عليك، فهو ما هو بسلام، الإشارة ما هي بسلام، إنما هي علامة على السلام من البعيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قدم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب للسلام عليه فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، السلام على الرسول سنة ليس واجبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا في الدرس أن أبا حنيفة رحمة الله عليه لا يرى الوقوف أمام الحجرة لا في دعاء ولا في سلام. نعم. لكن الملاحظ في هذه الأزمنة أن أكثر من يفعل ذلك من أتباع مذهب الحنفية، فما هو التوجيه في ذلك؟ نعم، هذا مخالفون لإمامهم المتأخرون، أنا قلت لكم أن المتأخرين من أتباع المذاهب اندرجت عليهم أشياء كثيرة ليست من مذاهب أئمتهم، ليست من مذاهب أئمتهم، أكثر أصحاب المذاهب أشاعرة معتزلة، مع أن الأئمة الأربعة ليسوا أشاعرة ولا معتزلة، هم أتباع لهم في الفروع ولكنهم يخالفونهم في العقيدة. نعم. انت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.